السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد. والنهاردة يا جماعة فيديو جديد عن جهاز سامسونج جالاكسي A36، واللي هنتعلم فيه إزاي نقدر نسجل المكالمات اللي هي مدمجة أصلا في هاتف A36. في ناس يا جماعة بعتت لي بإن التسجيل المكالمات مش مدمج أو مش موجود في A36. طبعا يا جماعة الأجهزة اللي موجودة محلي أو المتباعة هنا في مصر هتلاقيها مدمج فيها تسجيل المكالمات، أما الأجهزة اللي بتبقى جاية من بره هي اللي ممكن ما يكونش فيها تسجيل المكالمات. فنبدأ الفيديو بتاعنا على طول ونتكلم عن ازاي نقدر نسجل المكالمات. بنفتح جهات الاتصال بالشكل ده ونختار اي رقم احنا عايزين نتصل بيه. بمجرد ما بتعمل اتصال بالشكل ده هتلاقي قدامك قائمة فيها خيار تسجيل، لو دوست عليه بالشكل ده هتلاقيه بيبدأ يسجل. طبعا الرقم مش تمام لان انا بطلب اي رقم يعني، لكن احنا نخش دلوقتي على الاعدادات. احنا كده عرفنا ازاي نسجل المكالمات عن طريق الاتصال بالشكل ده، بتدوس على اتصال وبعدين تدوس على تسجيل، هيبدأ يسجل المكالمة معاك عادي جدا، وبعد كده بتخلص المكالمة بتقفل. لكن انا هوريك دلوقتي ازاي تفعل تسجيل المكالمات. هندوس هنا على الثلاث نقط اللي فوق دول وبعدين ندوس على الضبط، هنلاقي في خيار رقم 2 هنا تسجيل المكالمات، هندوس عليه كده هتلاقي اول خيار قدامك اللي هو تسجيل المكالمات تلقائيا، لازم يكون مفعل بالشكل ده. في خيار كمان بعديه اسمه اظهار الاشعار بعد التسجيل، وده بيديلك ان انت بعد ما بتخلص مكالمة بيطلع لك اشعار كده بان تم تسجيل المكالمة وبيعرفك ان المكالمة اتسجلت. لو انت عايز ده يحصل بتفعله بالشكل ده، لو مش عايزه يظهر بعد المكالمة بتلغي تفعيله. لو عايز تدخل على المكالمات اللي اتسجلت اثناء مكالماتك هتدوس على المكالمات المسجلة، هنا بيقول لك لا توجد تسجيلات المكالمة لان ما حصلش اتصال اصلا برقم حقيقي. لان بيتم تسجيل المكالمة طبعا بعد ما بيفتح المكالمة، يعني بعد ما بيرد عليك الشخص اللي انت بتكلمه بتبدأ تتسجل المكالمة زي ما انتم شايفين. هنا برضو اخر خيار اللي هو حذف التسجيلات الاقدم من شهر واحد، كل ما بتكوم عندك تسجيلات لمدة اكتر من شهر بيبدأ يحذف الشهر السابق. ودي كانت الاعدادات البسيطة جدا لتسجيل مكالمات الهاتف سامسونج A36. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله نتقابل الفيديو الجاي مع موضوع جديد. شكرا لكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.